عربية رافقت دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ، فحتى الساعة لا لوائح رسمية بالسلع المعفاة منه، ما يسمح لكبار التجار وصغارهم بإصدار فتاوى الاحتساب بلا رقيب أو حسيب. فلا تزال الرؤية غير واضحة بشكل كامل حول نسب الارتفاع التي ستطرأ على السلع المستوردة، بالرغم من الحديث أن السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة لغايات التصنيع ستكون معفية. الإبقاء على سعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ الانهيار عام 2019 فرض في المقابل على السلطات اللبنانية تقاضي الرسوم والضرائب على أساس سعر الصرف الرسمي المعلن 1500 ليرة لبنانية، وهو ما أدى إلى خسائر هائلة في خزينة الدولة. وتسعى الحكومة اللبنانية لتقويم هذا الخلل الضريبي من خلال زيادة ما يسمى بالدولار الجمركي، حيث تسعى لرفع قيمة الدولار الجمركي المستوفى من 1500 ليرة لبنانية إلى 15,000 ليرة لبنانية، أي نحو 10 أضعاف. ولكن هل سيرتفع الدولار الجمركي مع أقرار الموازنات في السنوات المقبلة ليتساوى مع سعر صيرفة؟ الهدف هو توحيد أسعار الصرف الرسمية على منصة صيرفة اللي هي اليوم 30,000، وبالتالي الأكيد أنه 15,000 اللي رح تبلش مفعولة هلأ هيدي نص الطريق، ومنتوقع أنه بالموازنات اللي جاية يمكن بموازنة 2023 أو يمكن 2024، بس الأكيد أنه بالموازنات اللي جاية رح يصير في إعادة رفع من جديد للدولار الجمركي ليقربوا أكثر وأكثر على سعر منصة صيرفة. وفيما تسعى الدول التي تمر بأزمات وركود اقتصادي إلى خفض الضرائب لتحفيز المؤسسات الصغيرة والكبيرة للانطلاق من جديد، تسعى الحكومة اللبنانية إلى رفع الدولار الجمركي لرفض الخزينة بالأموال بما يساهم في تخفيف الأزمة المالية، وهو صحيح في جانب منه، إلا أن الجانب الآخر أن المواطن والمستهلك على ما يبدو في معظم المراحل هو من سيتحمل العبء الأكبر. الأهم من تأثيرها على السلع الفردية هي تأثيرها على القطاعات. يعني اليوم ببلد عم يمرق بركود اقتصادي كتير كبير، عادة اللي بتعمله الحكومات بهيك بلدان هي انه بتنزل الضرائب والرسوم والجمارك كرمال تسمح للبلد يرجع ينطلق، يرجع يصير في انتعاش اقتصادي، الشركات اللي عم بتسكر توقف تسكر حتى ترجع تقلع من جديد، ترجع توظف ناس من جديد. ما هيك؟ هذا اللي لازم يصير عن طريق تخفيض الأعباء الضريبية على الناس، وجزء من هذا التخفيض بيصير أوتوماتيكيا. يعني وقت بينهار سعر الصرف أوتوماتيكيا الضرائب اللي كنا عم ندفعها أو الرسوم اللي كنا عم ندفعها على عمليات المقاومة بالدولار بتنزل، بتخف وطأة على الناس. هذا الشيء بيؤدي إلى إعادة إنعاش الحركة الاقتصادية. طيب إذا نحن هيدا التعديلات الأوتوماتيكية اللي عم بتصير تخفيف الأعباء بدنا نمنع أنه يصير، لأنه بدنا نرجع نرد الرسوم والضرائب مثل ما كانت قبل الأزمة. اليوم على 15,000، بكرة يمكن على سعر صيرفة، وبعد بكرة يمكن بدها تتوحد كل أسعار الصرف اللي بعدها. بنكون عم نمنع نحن الاقتصاد اللبناني أنه يرجع ينطلق بعد الركود تبعه. يعني نحن اليوم الركود بعده مكمل، الانكماش لل 2022 أكثر من 5%، وين بعدنا عم نزيد ضرائب على اقتصاد أصلا عم بينزل. مشان هيك أنا برأيي يجب إعادة النظر بكل النظام الضريبي والجمركي لنشوف كيف فينا بدل ما نعمل زيادات ضريبية كيف فينا نعمل نظام ضريبي وجمركي جديد يمنع التهرب الجمركي. حاجة من دفع هؤلاء الناس القوادم اللي عم بيصرحوا عن عملياتهم من دفعهم، والناس اللي بيتهربوا جمركيا وضريبيا من كفئهم عن طريق معاقبة الناس اللي عم يدفعوا أكثر وأكثر. في شهر الأعياد يجفف الدولار الجمركي جيوب الناس، والآتي أعظم. طوني منصور، قناة الجديد.